حضراتكم مره ثانيه. بيشرفني وينورني طبعا اثنين نقاد رياضيين المميزين جدا. اكيد كلامنا هيكون على نهائي كاس مصر، وايضا طبعا يعني استمرارا جهود مجلس اداره والجهاز الفني في استخدام لاعبين، واكيد طبعا اداره النادي الاهلي في الفتره القادمه يعني فتره صعبه. زي ما بقول النادي الاهلي فتره صعبه جدا، عندك اثنين بطولتين بتخش فيهم، محتاج انك تحصل عليها في على البطولتين في الفتره القادمه. ايضا الجمعيه العموميه 25-26 ده يعني اعتقد يومين بالنسبه لتاريخ النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، اعتقد يعني فتره صعبه جدا. نتمنى ان شاء الله تعدي على خير وبشكل مميز. بستقبل طبعا ضيوفي استاذ خالد العاشر الناقد الرياضي. برحب بيك استاذ خالد. اهلا بيك يا كابتن، بقى لنا كتير ما تقابلناش. منور، لا بستمتع بيك جدا. الله يخليك. لا والضيف اللي انت هتقدمه كمان بقى لي كتير ما عادش معاه، وحبيبي يعني الشخصيات الجميله. حبيبنا طبعا استاذ حسن خلف الله الناقد الرياضي. برحب بيك استاذ حسن. اهلا بيك يا كابتن. منور. اهلا بيك. طيب خليني ابتدي، يمكن كنت بقول يمكن في الانترو قبل ما حضرتك تخش، يعني اداره النادي الاهلي نفسها او فريق الكوره كمان بالذات في عمليه الاحلال والتجديد في بعض اللاعبين، اللاعبين بتمشي، لاعبين ممكن تيجي، في لاعبين ممكن تمشي تكون ليها ثقل جوه الفريق، ولكن انك تدير الجزئيه دي وان الفريق ما يحسش باي خلل او اي مشاكل جوه التيم، ده بتبقى في حد ذاته بتبقى في قرارات صعبه، في زي ما بيقول اداره سواء فنيه او اداره اداريه نفسها بشكل مميز بتخليك تستكمل مشوارك في اداره الكوره والبطولات اللي انت بتبقى محتاجها بشكل مميز جدا يا استاذ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده من اهم المميزات اللي يتمتع بها اي نادي بطل، انه يدير حته او جزئيه الاحلال والتجديد بحرفيه او مهنيه. لا تنساق وراء العمليه الاستثمار والبيزنس في تبيع عناصر مهمه في الفريق تضرب لك قوه الفريق او ثباته زي ما بيحصل في الارسنال، ولا تتمسك بيها بحيث انك انت تعمل في فرقتك نفسها حمل زياده او تخمه لاعبين، فده يعمل لك ارباك اساسا للمشهد اللي انت فيه. يعني احنا شفنا الارسنال بدا يغير شويه من ثقافته، اعتقد السنه اللي فاتت بدات الناس تحس بيه ان هو فريق مهم جدا وانه قادر على ينافس على بطوله، بياخد بطوله كاس لكن لسه بطوله الدوري، بدا يفكر انه يحتفظ بلاعبته ما يمشيش اي حد. وهو لما وصل لمرحلة العطاء بعد شوية استقرار الجمهور بدأ يحس ويضغط على إدارة النادي إنها تبطل السياسة بتاعت سياسة البيع المستمرة. النهاردة بنشوف ليفربول بيتمسك بكواتيني ويعلم قيمته وقدره ويعلم قيمة المقابل المادي اللي جاي له. يعني اللاعب مش عايز يقعد. معلش، ما هو برضه رايح برشلونة. يعني ما برشلونة اللي طالباه وميسي، يعني يلعب جنب ميسي في برشلونة في الدوري الأسباني حاجة برضه عظيمة. وإن كنت أنا دايما أنا رؤيتي الخاصة إن أنا يعني أشوف الدوري الإنجليزي حاليا الفترة ديت هو أحلى وأمتع دوري تتفرج عليه، وفي إثارة وفي قوة. ولو ليفربول اللي هو اسمه المفروض إنه أكبر من الناس دي كلها، هو لو كواتينيو يركز شوية ويعرف إن الفرقة داخلة على منافسة على لقب مش هيفكر يمشي في ده. النادي الأهلي بيعملها بحرفية فعلا المرة دي. وفي جزئية كمان، في لعيب عندك بيوصل لمرحلة إنه خلاص ما عادش ينفع يقعد، يعني تحس إنك أنت محتاج إنك تديله في مكان تاني. يعني عمرو جمال دايما بنتكلم عليه على إنه هو رأس حربة مميز جدا، قافله معاه مش عايز تفتح، هو نفسه بقى حاسس انه مخنوق. مهم جدا انك انت تسيب عمرو الفتره اللي جايه، خاصه انك انت برضو عندك البديل اللي يقدر يسد وبشكل قوي جدا، سواء وليد او جاي لما بيلعب مميز، ومروان ان شاء الله راجع، وعندك عماد متعب. فعندك اللي هنا. بالنسبه لحسام غالي، انا اتحدى انه مفيش حد في مصر زعلان على رحيل حسام غالي. اكيد تمام. لكن انت في النهايه في المكان ده لو بنتكلم كوره اصبح عندك العشر سنين اللي جايين، ودي طول عمر النادي الاهلي لو انت ممكن يكون حسن واخد باله طول عمره بيلعب عليها. النهارده بقى عندك ادي الاساسي هشام محمد لمن لا يعلم، ده يعني هيبقى اسطوره خط نص، وعندك عمرو السوليه، وعندك اكرم توفيق، وطالع بيكهام او ديفيد بيكهام، معرفش مسمينه ايه في النادي، بيكهام بس ولا ديفيد بيكهام. بيكهام. انت كده بقى عندك في المنطقه دي لعيبه جاهزه للنهارده لمده 10 سنين. فانك انت تعمل حركه البيع دي والتحليل والاحلال والتجديد مهمه جدا، وانا شايف انها ماشيه بحرفيه ومش هتضرب النادي الاهلي في اي حاجه ان شاء الله. يعني برضو استمرارا لكلامي مع استاذ خالد، الصفقات الجديده، ويمكن يعني بعض الناس بتتخوف او بعض جماهير النادي الاهلي بتتخوف، خصوصا ان الاختيارات نفسها ما جابتش حته ممكن احنا ناقص عندنا، هي السيرد باك او قلب الدفاع. طبعا عندك احمد حجازي خرج،
عندك بعض الاصابات ممكن تكون موجوده في سعد سمير، في رامي ربيعه ساعات، ايضا محمد نجيب ساعات، فالامور بتبقى صعبه. بيلجا كابتن حسام البدري لحلها عن طريق احمد فتحي، ولكن طبعا الصفقات كلها جت في جزئيه الاماميه، سواء بقى هشام محمد او وليد ازارو، وطبعا ايمن اشرف اللي ممكن الى حد ما يبقى موجود كقلب دفاع، ولكن طبعا مش ده مكانه الاساسي يا استاذ حازم. شوف، هو طبعا الاستاذ خالد شرح الموضوع بشكل مبسط وشكل كويس جدا، لكن حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، هي مساله الدفاع، وده واضح في اثناء البطوله العربيه ما كانش في المدافع اللي ممكن يلعب جنب رامي ربيعه في اصابه سعد سمير ومحمد نجيب، وطبعا بعد رحيل احمد حجازي في هذه الفتره، فبالتالي ده امر مهم يحتاج اعاده حسابات، يحتاج توليفه مختلفه في الفتره الجايه، لان لازم يكون عندك بدائل في المكان ده، بدائل قويه لا حدوث اي ظروف طارئه يكون عندك البديل. اما فيما يتعلق بعناصر الفريق الاخرى فالتوليفه الموجوده توليفه قويه جدا، وتوليفه يعني استفاد الاهلي في الفتره اللي فاتت في البطوله العربيه، شاف كل اللعيبه قدر كبير من العناصر وكلهم كانوا على مستوى جيد جدا، يعني كلهم أدوا بشكل كويس وكانوا يعني في حالة جيدة في تقديم نفسهم في هذه المباريات. لكن هي مسألة الدفاع فعلا محتاجة إعادة نظر في الفترة اللي جاية، لأن كابتن حسام اتكلم على الجزئية دي، إن في ضيق للوقت نفسه، بعض اللاعبين ممكن ما يكونوش كابتن حسام باصص لنوعية معينة أو مواصفات معينة مش موجودة حتى الآن لقلب دفاع النادي الاهلي. شوف، هو الثلاثه الموجودين لو في حالتهم الطبيعيه هيقودوا الدفاع بشكل كويس. جميل. مفيش ازمه بالنسبه له، لكن هو الخوف ان تحصل امور طارئه زي ما حصل في البطوله العربيه وما كانش فيه المدافع الموجود او اللي يلعب بجوار زميل ليه، فاضطر اللجوء لاحمد فتحي. فبالتالي هي مش قصه ان انت هتجيب مين، اللي عندك كويسين وهيقوموا بالدور بشكل جيد جدا، وانت عندك الاهلي كمان بيلعب بشكل متكامل، يعني حتى خط الوسط بيتواصل بشكل جيد مع الدفاع في حالة الضغط على الفريق، فده كلها أمور يمكن علاجها ببعض النواحي الفنية، يعني مش قصة إن يكون في لعيبة يعني ممكن في بعض النواحي الفنية إن تساعد إن ما تيجي تدافع ممكن تدافع بأكتر من لاعبين أو ثلاثة، لا ممكن تدافع بست لعيبة فجأة، يعني ممكن تلعب بشكل يغطي على هذه الملعب، كمان ممكن تفيدك بشكل كبير، وانت عندك كمان في وسط الملعب لعيبه بتجيد الدفاع بشكل جيد بالظبط، فتقارب الخطوط في المباريات الصعبه ممكن يساعد معاك ان انت تتخلص من اي مشكله عندك. بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هي القصه دلوقتي لو نفترض ان انت خلاص الدنيا ما فيش عندك القماشه اللي انت تساعدك ان انت تضمها للاهلي، او الوقت خلص، او الموضوع فات اوانه، لكن انت عندك في نفس الوقت عناصر ممكن تلعب بيها بشكل انت تغطي على اي يعني سلبيه موجوده عندك داخل الفريق. كل هذه الامور هي دي بقى فكر المدرب، هو ده التخطيط للموسم الجديد، هو ده العمل اللي ممكن يعني يبنى عليه في الفتره الجايه الكابتن حسام، لان الموضوع ده موضوع مهم جدا ولابد ان يكون ليه حلول ايجابيه بشكل عام، مش قصة ان اصابات، لا ممكن يكون اللعيبة بتلعب لكن لازم يكون اللعيبة خط الوسط بيدافعوا بشكل جيد ومتقاربين دايما في حالة الهجمات العكسية مع خط الدفاع. يمكن حصل مع منتخبنا ان في وقت من الاوقات كان منتخبنا ما بيسمحش اصلا ان الكرة توصل لخط الدفاع. لا، هو منتخبنا يعني في الوقت الحالي ما بيسمحش. لا، هو انا عايز اقول لك على حاجة، هو مفيش شك انه النادي الاهلي نسبيا بشكل كبير جدا اثر في جزئية بس هو للامانة هو الترتيب اللي كان في اربع لاعيبه اساسيين موجودين، مفروض حجازي وسعد وفي رامي ومحمد نجيب تمام، وهو كمان كان بيمرن محمد هاني على انه يلعب في المكان ده بجانب ان احمد فتحي بيجيد اللعب في المركز ده. اما يفاجئ بانه في عرض جاي من وست بروميتش الدوري الانجليزي وفرقه كبيره مش صغيره لحجازي، انا ما اقدرش اقول له لا، بخصوص احمد حجازي ان هو احرز هدف فوزه، دي اروع حاجه شفتها النهارده يعني لفريقه، طبعا وست بروميتش يعني حاجه مميزه جدا في البريمير ليج في اولى مبارياته، ودي حاجه يعني طبعا نتمنى ان كل محترفينا يبقوا بالشكل ده ان شاء الله. ده قبلها كان صلاح مسجل هدف طبعا، واروع ما في الجون بتاع حجازي، وانا يعني نازل بقول لو الماتش ينتهي بالجون ده دي هتبقى حاجه تاريخيه. فهو جون فعلا حجازي جاب جون كويس، وكان هيجيب جون تاني على فكره بس ما وفقش فخرج بفوز وهايل، وهو اللي جايب الجون يعني حاجه تاريخيه يعني. فنرجع نقول انه لما يجي لي عرض لحجازي في الدوري الانجليزي في هذا التوقيت انا ما ينفعش اقول له لا تحت اي ظرف من الظروف. يتواكب معاها ان سعد سمير يصاب مشكله،
وبعدين يجي في نفس الوقت انت يعني انت معول برضه على ان رامي ربيعه لسه يعني يعني رامي لو واقف على رجله هو محمد نجيب انت مش هتبقى في ازمه في ازمه. هما كمان على فكره الاضافه اللي عملوها بتاعت ايمن اشرف في تفكير مزدوج، ايمن اشرف بيلعب برضه مساك قلب ثابت بس ناحيه الشمال يعني ما مش مشكله يلعب ناحيه الشمال مش مشكله هو هو سد فراغ او تعويض. لكن انا بتمنى ان النادي الاهلي طبعا يلحق اذا لحق في التوقيت الضيق ده ان هو يجيب اعتقد لسه عنده لا لا خلاص كده مش احنا خلاص كده لا لا مش خلاص لا لا لسه ده كان فتح القائمه الافريقيه عشان الحريم العالي فقط بس عشان المحل عشان القائمه الافريقيه لكن طبعا لسه عندك فرصه انك تجيب لعيب وتسجل وتضم هيفرق معاك بس انت لازم يبقى فيه ما هو زي ما اتفقنا الفريق البطل لازم يبقى فيه بديل واثنين على نفس القدر غير البديل الثالث والرابع. لكن هو ان شاء الله اعتقد زي ما حسن قال انه التكتيك اللي بيلعب بيه النادي الاهلي خد بالك برضو احنا يعني النادي الاهلي لما انضرب في الماتش بتاع الفيصلي ده ما كانش مشكلته في انه ما فيش بديل لسعد، كانت المشكله انه يغيب سعد ويغيب حسام غالي مره واحده ويغيب باسم علي ويغيب مش عارف مين ثالث لعيب ثالث غاب اكثر من اصابه دي طبعا لازم تعمل لك ارتباك. ما حسام غالي هو في الملعب حسام عاشور لو في الملعب هتفرق معاك وحسام كان لسه راجع يعني برضو مش كان راجع من الراحه السلبيه مش واقف على رجله قوي. فانا عايز اقول يعني لجمهور النادي الاهلي انه يعني الفرقه واقفه على رجليها وان شاء الله تعدي حاجه مميزه ان شاء الله. خلينا نروح يعني مباراه كاس مصر ونهائي كاس مصر ما بين الاهلي والمصري. يمكن استاذ حسن المصري زي ما بتكلم فريق مميز جدا في الدوري الممتاز قدم موسم رائع مع كابتن حسام حسن وصل للمباراه النهائيه على حساب نادي الزمالك نادي كبير طبعا في الكره المصريه. فبالتالي انت كنادي اهلي يمكن كابتن حسام البدري تصريحاته في اليومين اللي فاتوا بيتكلم ان احنا النادي الاهلي هيقابل منافس شرس على نهائي البطوله ولكن طبعا الهدف هو الاول والاخر هو الحصول على البطوله بس الاجتهاد والتركيز هو الاهم بالنسبه للعيبه لانك مش هتاخد بطوله الا لما تكون مركز ومهتم جدا بالمباراه. طبعا طبعا ده مهم جدا التركيز والاجتهاد وخاصه ان مباريات الكؤوس دي تختلف عن مباريات الدوري تختلف عن اي مباريات. مباريات الكؤوس هي مباراه فاصله وحاسمه على بطوله خلاص انت في النهائي ما عادش في كلام غير ان انت تركز على اللقب. والاهلي دايما يعني ممكن الانديه الاخرى ممكن يعني طبعا المصري ادى موسم جيد وبيأدي بشكل جيد والمقاصه كان ما ادش بشكل جيد وسموحه وغيره وغيره لكن اعتقد بيبقى اللعب قدام الاهلي بيبقى مختلف. يعني مباريات الاهلي مع هذه الفرق بتبقى دايما خارج التوقعات. ممكن احنا نحسب ان قدامنا يعني من خلال الوقائع والمقدمات والحسابات والنتائج ان الفريق هيكون منافس شرس وممكن تلاقي في المباراه الاهلي مسيطر على المباراه بشكل جيد. فأهم شيء ان يعني بتجد دايما في الاهلي ان بيبقى فيه تركيز قبل المباريات المهمه وده امر يعني عهدناه وجماهير النادي الاهلي عهدته في النادي الاهلي ان بيبقى فيه تركيز قبل هذه المباريات. فحتى لو المنافس قدامك صعب في المقدمات السابقه وانه يقدر يتفوق على منافسين جيدين واصحاب يعني تاريخ جيد لكن ممكن في مباراه الاهلي يكون المساله مختلفه تماما. لكن ما فيش شك ان المصري هيكون حريص لانه عنده دافع قوي جدا انه يقدم مباراه انه يحصد اللقب. فبالتالي زي ما حضرتك قلت التركيز مطلوب جدا الاعداد للمباراه نفسيا وبدنيا مهم جدا ونفسيا دي مهمه جدا مع لعيبه الاهلي. التركيز في المباراه بعيدا عن اي امور اخرى يعني الملعب هو الفيصل هو الاهم وده لابد انه يكون ليه دور مهم للجهاز الفني لان الاعداد النفسي لمثل هذه المباريات بيفرق كتير جدا في الاداء داخل الملعب. صحيح. وانا اعتقد ان هي هتكون مباراه جيده وهتكون الروح فيها روح طيبه لان الاهلي دايما من عادته ان هو بيلعب اي مباراه مهما كانت صعبه بدون عصبيه. يعني دي ممكن ميزه في الاهلي بعض الفرق بيكون عندها نوع من العصبيه الى حد ما في الاداء في خلال المباريات الحساسه الى حد ما لكن الاهلي بيكون اداؤه اداء هادي واعتقد ان جماعيه الاهلي برضو بيبقى لها دور في الاداء لها دور بيفرق مع الفرق دي كلها وده يعني يعني الدوري او لقب الدوري ما جاش من فراغ اكيد يعني جه بعد مجهود وبعد مشوار والوصول لنهائي الكاس بالظبط نفس الحكايه. فهي المساله كلها بتبقى توفيق طبعاً. وطبعا نتمنى زي ما قلت لحضرتك ان المباراه تكون فعلا تليق باسم البطوله العريقه كاس مصر واعتقد ان اي مباراه ترفها الاهلي هتكون مباراه جيده مباراه على مستوى الحدث وهو ده المتوقع دايما ان شاء الله. خالد يمكن جمهور النادي الاهلي بعد مباراه سموحه
ورؤيته لفريقه وهو يعني بيكتسح فريق قوي زي سموحة بأربع أهداف، وقبليه طبعا كان وادي دجلة بأربع أهداف أيضا، ده في حد ذاته. ولكن الأداء، خلينا أتكلم في الأداء في سموحة، كان رائع. بيخليك أنت جمهور النادي الأهلي هو داخل هذه المباراة، مباراة نهاية، مطمن بشكل كبير، ولا إيه رأيك؟ هو جمهور الأهلي قلقان. معقولة؟ مش قلقان من الماتش ده، جمهور الأهلي الفترة اللي فاتت قلقان. يعني او في مجموعه، مش عايز طبعا اعمم، في قطاع كبير دايما قلقان، بس انا رايي الشخصي انه المجموعه اللي قلقانه ديت مش قلقانه على فكره من اداء النادي الاهلي بقدر ما هي قلقانه من حاجات تانية بره الحدوته. يعني مثلا تلاقي واحد ايه مش حابب الكابتن حسام البدري، فيروح رامي جمله كده يقول لك ايه، والله انا مش مطمن للماتش اللي جاي. الجمله دي كانت مثيره جدا بالنسبه لي لما سمعتها قبل ماتش سموحه، استفزتني جدا. حتى انا قلت اللي بيقولها لي، قلت له لا انت بتقول الجمله ديت لانك انت مش حابب حسام البدري، انت بس يعني كده عايز تبين انك قلقان من المدرب. قلت له باي شكل وباي معطيات انت بترسم سيناريو ماتش الاهلي وسموحه؟ قلت له انا قاعد، انا بقول لك اهوت، ده كان قبل المباراه، قبل المباراه. قلت له انا بقول لك اهوت برغم ان انا ضد التوقعات وما اعرفش كره القدم فيها ايه، لكن بقول لك ماتش سهل جدا للنادي الاهلي، هيعدي بسهوله وهيجيب اجوان وهيكسب مكسب مريح جدا ومحدش هيحس بالماتش، لانه ما ينفعش، لازم الواحد يبقى موضوعي، مش ان انا باين ان انا مع او ضد، انا بكلمك كوره واللي انا توقعته حصل، سيناريو الماتش ماشي، انت عمال تقارن بين اللي حصل في البطوله العربيه وبين ماتش الكاس. نفهم في الناس يا جماعه، ظروف البطوله العربيه حاجه وظروف ماتش الكاس حاجه، يا جماعه ثقافه البطوله العربيه اللي احنا داخلين بيها وضع، واللعيبه اللي لعبت وضع، واللي هيلعب في كاس مصر وضع، والاحساس والرؤيه والحدث واهميه البطوله، في مجموعه حاجات انت لو موضوعي بتحطهم قدامك هتتوقع سيناريو ماتش الاهلي وسموحه. لكن ماتش الاهلي ومصر طبعا بيختلف، لاننا كلنا متفقين على حاجتين، اللي بيوصل لنهائي بطوله يبقى فريق جدير انه ياخد البطوله، دي نمره واحد. نمره اتنين، المصري في الكاس ماشي يمكن احسن من الدوري على فكره، يعني انا ضد ناس كتير جدا، المصري طالع رابع كاس لكن خسر ما لا يقل عن 9 مباريات، رابع دوري خسر حوالي 9 مباريات وتعادل مش عارف حوالي 7-8، يعني فقد كم كبير من النقاط. لو انت بتقيمه بموضوعيه هتلاقي ان هو في الدوري اداؤه لا مش هو ده الاداء اللي انت تنتظره بالمصري مع حسام حسن والكلام اللي احنا بنقوله يعني. لكن كاس وصلت للنهائي وكسبان الزمالك، دي مقومات ومعطيات تخليني احس ان انا لازم افوز باللقب. دي الحته اللي المهمه بالنسبه لي اللي انا بركز عليها، اللي هي ايه؟ كلامي موجه للكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن. الامر لا يحتمل اكثر من التعامل مع المباراه على انها مباراه في كره القدم. مباراه عاديه. فقط هي مباراه في كره القدم. وارد ان المصري يكسب عادي، دي كوره زي ما بنتكلم فيها، ووارد طبعا طبيعي انه الاهلي يكسب، فالجيم في الملعب. فمش عايز حسام ويا رب يكون سامعني هو وابراهيم ما يبقوش نازلين الماتش باحساس انه انا لازم اكسب ولو خسرت يبقى في جريمه دبرت ضده. انا بقول من دلوقتي لا في حكم، لا الحكم اللي جاي هيبقى ناوي نخسر المصري ويكسب الاهلي، ولا له علاقه بالحدوته. انا بقول لحضرتك اهو، يعني انا اتمنى ان حسام وابراهيم كان بيقول لك نتمنى ان كان يبقى فيه جمهور. طيب يا سيدي احنا متغاضين عن الجمهور في المباراه دي، احنا بنتمنى منك انت انك تكون هادي وتتعامل مع المباراه انها مباراه في كره قدم، ويكفيك فخرا انك انت بتصل برضو بالظروف اللي انت فيها لنهائي كاس مصر، هذا انجاز يحسب ليك. وكمان يعني اختياره كمان للاعبين، تحس ان اللاعبين مش نجومه، فبالتالي دي حاجه مميزه جدا هو عملها مع بالظبط. ده احنا انا عايز اقول لحسام انك انت حققت اللي المفروض تحققه، مش بالضروره انك انت لازم بقى تاخد البطوله في الوضعيه اللي انت فيها دي، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه عادي وتاخد البطوله. لكن لو ما جاتش ما يبقاش حسن ان لازم يكون في مؤامره او زلط تحكيمي او اخطاء او خلينا نتعامل مع الماتش بروح الماتش كوره. احنا نفسنا انا استفزيت يا حسن لما عرفت ان في حرب على الفيسبوك بين الجمهور قبل الماتش. ايه يا جماعه؟ لا انسوا بقى، مش عايزين انسوا، احنا موجوعين ومستنيين خطوه تحصل في في في, في استاد بورسعيد. ده كلام ما فيهوش هزار، يعني مستنيين ينفذوا كلام السيسي لما قال ايه؟ لما قال لوزير الشباب والرياضه اعمل لي استاد بره المدينه. مستنيين ده يتنفذ وكل حاجه، لكن ده ملف على جنب يا كابتن محمد، وملف المباريات اللي جايه يعني أكيد. ارجوكوا يعني هي منافسه داخل الملعب زي ما انت بتتكلم فقط، ارجوكوا خليها منافسه رياضيه بحته داخل الملعب. الامر لا يتحمل اكثر من ذلك. طيب يعني توقعاتكم بقى للمباراه نفسها
كنتائج ما اعرفش بقى ما دايما اقول ان توقعي بيجي بعد مرور 10 دقائق ربع ساعه من الماتش ما اقدرش اديك اي توقع يعني. شوف يعني دايما اي توقعات لازم تبقى مبنيه على المقدمات الطبيعيه اللي احنا شايفينها قبل المباراه. المقدمات بتقول ان الفريقين وصلوا للمباراه النهائيه عن جدار، لعبوا وادوا بشكل كويس، فازوا في قبل النهائي بشكل كويس، فوصلوا عن جدار الاثنين، فبالتالي المباراه بينهم هتكون صعبه جدا، صعبه نفسيا وصعبه على مستوى الرغبه والطموح لكل فريق ان هو عايز يكسب البطوله، ودون تقليل من اي طرف يعني ما فيش شك ان الاهلي دايما بيكون مرشح دائما للفوز باي مباراه بيدخلها امام اي فريق. يعني الطبيعي او التاريخي او حكمه كره القدم اللي احنا شفناها خلال السنوات اللي فاتت ان الاهلي بيكون مرشح ان يكسب المباراه او اي مباراه بيلعبها امام اي منافس. لكن المباراه هتبقى صعبه، طموح المصري وطموح المدير الفني والحاله النفسيه بوصولهم للنهائي هيخليهم منافس شرس. زي ما الاستاذ خالد قال ان دايما مباريات الكؤوس او المباريات اللي بتكون نتيجتها بتحسم بطوله ما بتبانش او ما بتعتمدش على اي توقعات او مقدمات ممكن نشوفها حسابيا او نظريا قبل المباراه. طيب. ما فيش شك ان حاله اللاعبين خلال المباراه او في بدايتها ما بتبصش خالد حسن لحته التاريخ، وزي ما بيقول التاريخ بيقول ان النادي الاهلي وصل للنهائي مع المصري 6 مرات تقريبا وفازوا بشكل كبير يعني او فاز على احنا قلنا ان احنا الاهلي دايما مرشح حتى بعيدا عن التاريخ مرشح. انا معاك، انا معاك نفسيه بالنسبه للاعبين لما بيسمعوا حاجه زي كده بتفرق معاك التاريخ. طبعا بتفرق، انت اللي المفروض تجاوب على السؤال ده. لا انا هنا بقى انا بتفرق معايا. لا انا بتفرق معايا كمان ان انا في فريق مثلا بعرف اهدف فيه بشكل مستمر، وفي عقده مثلا من الفريق بحاول اكسرها. انا هقول لك على حاجه، هو التاريخ ممكن يتغير بتغير الثقافات. خلينا الناس تركز معايا في الجمله دي، مهمه جدا. بتغير الثقافات، الثقافه اللي في مصر دلوقتي اللي هي بتاعت حسام حسن ممكن تكون مختلفه عن ثقافات سنين طويله، لان انت عارف حسام وكلنا عارفين حسام. حسام ممكن يكون زارع في اللعيبه دلوقتي، مش ممكن، انا متاكد بنسبه 100% ان هو قايل لهم انتوا 11 مقاتل داخلين تجيبوا الكاس بالكوره بالقوه بالروح بالاصرار باي حاجه، انا عايزكم تجيبوا لي الكاس. دي ثقافه ممكن تكون مختلفه عن ثقافات قبل كده. طبعا برضو يعني هو المشكله ان حسام حسن هيواجه ده اللي في النادي الاهلي برضو، لان دي ثقافه النادي الاهلي برضو اللي هي الروح والبطوله و هيتبقى عندنا بس عنصر الخبرات هو اللي ممكن يصنع الفارق. هو حتى حسام دايما في الفتره الاخيره لما بيخسر من الاهلي يقول لك عنصر الخبره هو اللي فرق. لو اتكلمت على التاريخ، تاريخ نهائيات الكاس لصالح الاهلي، تاريخ المباريات في الفتره الاخيره معقرب شويه، المصري له يد طولة احيانا في بعض المباريات. يعني لما حسام حسن مسك المصري برضو ماتشاته مع النادي الاهلي مش سهله، لو حطينا دي جنب الكاس وجنب زي ما بنقول ان هما الاثنين في النهائي وعندهم طموح، فهتلاقي مساله انك انت بقى تقول توقعات. لا، ممكن لو سالت اي حد من الجماهير بتاع جمهور الاهلي يقول لك الاهلي هيكسب، وبتاع المصري يقول لك المصري هيكسب، الا يعني ما نظر. يعني يضاف الى ذلك حاجه برضو يا كابتن محمد ويا استاذ خالد، ان مش من الجيد ان انت يعني تتكلم في امور تاريخيه وامور كثيره قبل مباراه حساسه. يعني من الطبيعي ان انت تحفز لاعيبتك عشان ما يعني الثقه الزايده ممكن تاثر نفسيا. اكيد من وسائل اكيد بالظبط. يعني دي المباراه اللي قدامنا في حسن 84، نهائي 84 اللي كان متقدم فيها النادي المصري لحتى الدقائق الاخيره، وكابتن علاء ميهوب احرز هدف تعادل، ثم كابتن طاهر ابو زيد وكابتن خالد جد الله. يعني اكيد كانت مباراه كان حاج حسن متولى الله يرحمه كان بيجهز نفسه لو تفتكر. بيعدل البدله. لا ده بيعدل البدله، وبيني وبينك مش بيعدل البدله وبس، ده بيبص للكابتن صالح. يعني بيعدل البدله بيقول له يعني راح الكاس. هو الطبيعي ان الاهلي زي ما احنا متفقين انه بيكون مرشح دايما تاريخيا وبكل السبل والمقدمات اللي بنشوفها، دايما مرشح قبل اي مباراه وقبل اي نهائي ان هو يفوز باللقب. لكن الاعداد النفسي مهم، لابد ان الاعداد واللعيبه ما توقفش على نقطه ان احنا مرشحين او الثقه ممكن تصل لنفوسهم الى حد ما فيكون الماتش صعب عليهم، فبالتالي لابد من التحفيز نسيان كل شيء. انت دلوقتي زي ما الاستاذ خالد كل مباراه قال ان تاريخيا ممكن تتغير الامور، فالقصه كلها بتعتمد على ان التركيز في المباراه، عدم الانشغال بشيء غير الاداء، يعني الاعداد فنيا وبدنيا وبكل السبل بشكل جيد جدا
هي دي مباريات كرة القدم. في الوقت الحالي انت تعدي لعيبتك بشكل جيد، ما تنظرش لأي شيء خلفك، تنظر ان عندك مباراة مهمة امام منافس، منافس صعب مش منافس طبعًا سهل طبعًا. المصري منافس صعب جدا طبعًا. فانت عشان تلعب مباراة وتقدم مباراة كويسة وتسيطر عليها وتحقق الهدف بتاعك لازم تستعد بشكل جيد، هو ده الاهم، اهم من الحديث عن التاريخ والسجلات والامور الاخرى، دي كلها امور لا تفيد في مثل هذه المباريات. انت عشان تفوز باللقب لازم تركز وتبص على المباراه قدامك وهدفك منها، وتبص ان قدامك فريق صعب جدا، وازاي هتعرف تلعب معاه، وازاي ايه السلبيات اللي انت هتتعامل معاها وتستفيد منها، وايه الايجابيات اللي انت لازم يعني تقدر تتعامل معاها برده بشكل جيد، لان المصري عنده زي ما عنده سلبيات عنده ايجابيات طبعا. فانت لابد ان انت تبقى درسه بشكل جيد. ده الامور كلها اعتقد امور بديهيات اللي احنا بنتكلم فيها، لان الجهاز الفني اكيد عنده الـ يعني الفكره بتاعت المباراه مكتمله، وعنده الطريقه وعنده التشكيل وكل حاجه اعتقد تتكون قدام الجهاز الفني بشكل مكتمل. فانا اعتقد ان المباريات دي مباريات صعبه جدا، مباراه ما تقدرش تتكلم غير ان انت يعني نتمنى زي ما قلت لك نشوف مباراه قويه، مباراه فعلا يعني تعبر عن الكرة المصرية وتعبر عن النادي الأهلي بشكل كويس جدا. فأتمنى ماتش شغال ده اللعيبة اللي شغالة فيه، مسعد نور كابتن مسعد نور طبعا واخد بالك، وجمال جودة كان لسه برضه ماشي من النادي الأهلي، في لعيبة واقف حارس مرمى المصري كابتن عادل عبد المنعم، في لعيبة إيرانيين محترفين في مصر كان في رضا بارزيركي وكان في واحد كمان حاجة هاشمي أو حاجة زي كده، اثنين كانوا مميزين جدا جدا، كانوا يعني عاملين رعب لاي فريق يعني. فبس بفكر الناس بكابتن عادل عبد المنعم كمان والد احمد عادل، كابتن احمد هو اللي واقف جون للمصري. الماتشات دي بتبقى طبعا يعني هو مفيش شك ان المباريات دي عرضها مهم وساعات بتكون محفزه جدا حتى ومحفزه للجماهير، يعني كثير من الجماهير بتحب تتفرج على المباريات القديمه وتعرف تاريخ الاهلي وازاي نتائجه كانت في الكاس، وده كلها امور جيده صحيح. ولكن ده لا يقلل من ان المباراه مباراه صعبه جدا، بص مباراه جمهور في الجدل جول بتاع على ميوب فنتمنى ان شاء الله ان يعني الاداء يبقى جيد، نتمنى ان ربنا يوفق الافضل والمباراه تخرج بشكل جيد، ونتمنى حاله من الهدوء. يعني هي المساله انا مبسوط بالقرارات اللي هي الخاصه ب عدد الحضور وامور الامنيه والتنظيميه، يعني انا بتفرج كده نهائي كاس مصر وشايف الجمهور لا صعب يعني الماتش ده تحديدا يعني صعب الوقت ولظروف. انا رايي الشخصي بعد اذنك اقل مثلا من ولا واحد رايي في هذه المباراه ولا متفرج يدخل الملعب. انا بكلمك باحساس انا عارفه وفاهمه. كان شكل الجمهور عامل ازاي في المباراه دي وماله لا انا اسف في التعبير تغور المباراه لا هي القصه بس عشان ايه هو يعني كل وقت ولظروف فالظروف الحاليه بتستدعي، لان طبعا ما فيش شك ان يعني مدينه بورسعيد او الجمهور بورسعيد بيبقى يعني متحفز في البطوله او حاسس ان هم وصلوا النهائي، طمعانين في البطوله كلهم حماس طبعا. يعني ما فيش شك ان الكابتن حسام حسن بيبقى يعني ليه دور كبير جدا ان بيقدر يحفز كل الناس حواليه، يعني هم التوأم ليهم طريقة معينة كده ان مش بيحفزوا اللعيبة بس، لا ده بيجروا المدينة كلها طبعًا وراهم طبعًا ان عندهم طموح ان يوصلوا بالزبط. يعني لو عايزين يوصلوا يعني طموح ان الكاس حاجة يعني مسألة مهمة جدا بالنسبة لهم. فبالتالي وسط الحماس ده ونفس برضو الرغبة عند جمهور الاهلي، فانا اعتقد ان الهدف المباراة تعدي بشكل جيد، مش قصة يعني خلاص ما هو الدوري ما احنا عايشين في كرة بلا جمهور اصلا يعني. في حاجة كمان مهمة جدا ده هو النهاردة بيلعب بأريحية لسبب هيلعب ماتش السوبر طبعا وهيشارك في الكونفدرالية صحيح صحيح اللي يخليه خلاص انت يعني يعني فهو حقق امر جيد بالنسبة له في الموسم ده طبعا احنا نتمناها تبقى مباراة هادية وزي ما انت قلت في خالد هي مباراة في الملعب.